السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعن عمر بن الخطاب، وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بنت أبي بكر. وأما بالنسبة إلى الطائفة العلوية فهم في واقع الحال طائفتان، من كان منهم مشتركا معنا في أصولنا وعقيدتنا وهم السواد الأعظم من الطائفة العلوية فهؤلاء منا وفينا، يعني لا يختلفون عنا في شيء، ونستطيع أن نقول نعم إن العلويين منا. لكن هنالك من يسمون أنفسهم علويين لكنهم في واقع الحال نصيريون، أتباع محمد بن نصير الذي جاء بعقائد باطلة وبغلو باطل. فنستطيع أن نقول هكذا: إن العلويين إخواننا لكن النصيريين ليسوا بإخواننا. وهذا يتضح من خلال يعني مساءلة كل من يقول إنه علوي واستجلاء موقفه وعقيدته. وهنالك في ضمن الطائفة الآن العلوية بشكل عام خاصة في سوريا، هنالك نستطيع أن نقول جبهتان: جبهة تريد إرجاع العلويين جميعا إلى النقاء الذي عليه التشيع، وجبهة أخرى تريد إبقاءهم على النصيرية. وبين هاتين الجبهتين نزاعات، وأنا واقف عليها، ومحاججات واحتجاجات ومجادلات كثيرة فكرية وعلمية وعقدية. ونحن قد أسهمنا في رفض بعض الإخوة هناك في رد بعض ما يروجه النصيريون. نعم، السواد الأعظم من الناس غير المتدينين، غير المثقفين ثقافة دينية كاملة، تشتبه عليهم الأمور ولا يعرفون هل هم مع هذا الاتجاه أم ذاك. لكن إن شاء الله نحن نستبشر بخير ونستبشر خيرا، ونقول إن شاء الله كلهم يتوعون أكثر ويصحون ويتركون ما جاء به محمد بن نصير وغيره من المنحرفين، ويلتزمون إن شاء الله تعالى بما عليه محمد وآل محمد الطيبون الطاهرون صلوات الله عليهم.